مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أحداث الساعة، هنكون فيها مع حضراتكم حتى الساعة 12 منتصف الليل. هنخصص الجزء الأول من الحلقة هنتناول فيه عدة أخبار محلية هامة. هنخصص الجزء الثاني من الحلقة للحديث عن القمة العربية 32 المقرر انعقادها في جدة 19 مايو الجاري، أهميتها والتحديات الكبيرة اللي على الطاولة والدلالات وتوقيتها أيضا وملفاتها المختلفة، ويمكن من أبرز هذه الملفات عودة سوريا للجامعة العربية بعد يعني تجمد العضوية لسنوات عديدة جدا. تفاصيل كتيرة جدا هنناقشها مع حضراتكم مع ضيفنا الأستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، ابقوا معنا. بس احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة. أرجى الناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي ردية. بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحدث الأبرز النهاردة اللي احنا طبعا كلنا تابعناه محليا هو يعني الافتتاحات اللي احنا تابعناها النهاردة وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد على ضرورة أن يتم التعامل مع مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بشرق العوينات. شدد الرئيس السيسي على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كل الزراعات لتحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية. محتاجين نتأكد أن أولا بالنسبة لشرق العوينات أن احنا المخزون المية الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم أو للمستثمرين دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة. أنا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة. فأنا عارف أن وزارة الري بتتابع ده دكتور مصطفى، وعايز أطمن منك ومن وزير الري على أن احنا استخدامنا للمية هنا سواء للمسؤولين في الشركة دي أو للرجال الأعمال اللي شغالين في منطقة شرق العوينات دي واحد. نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا. إحنا محطة المية اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المية. إحنا محتاجين إن إحنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة. وبالتالي نظم الري الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها. للمزيد حول المياه الجوفية وكيفية استغلالها أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد جابر شديد أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم سابقا، برحب بك يا فندم. أهلا بك يا سيدة خلود وكل مشاهدينك الكرام. اولا يعني حضرتك شايف جهود الدوله في ترشيد استهلاك المياه خاصه طبعا في ظل خطط التنميه الزراعيه ازاي، وطبعا وتصريحات السيد الرئيس في هذا الاطار، وازاي نقدر ان احنا نحقق كمان اقصى استفاده من المياه الجوفيه؟
خليني اولا اشكر حضرتك على المداخله. ثانيا يعني زي ما حضراتكم شايفين ان مصر بتشهد حاليا جهود كبيره جدا لتوسيع حجم الرقعه الزراعيه، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجيه زي محصول القمح والارز وهكذا يعني. نعم. مع طبعا مع الزياده السكانيه الرهيبه جدا ومع زياده الاستهلاك، بهدف ان الدوله عايزه تحقق الامن الغذائي اللي هو يعتبر اساسي من اساسيات الامن القومي يعني. فعشان كده الدوله بتقوم حقيقي بمشروعات كبيره جدا في مجال الاستصلاح الزراعي. يمكن اكبر مشروعين على مستوى مصر في الوقت الحالي هو مشروع توشكا ومشروع شرق العوينات. مشروع شرق العوينات يعتبر هو ثاني اكبر مشروع زراعي عملاق بيقام بجنوب مصر. المساحه بتاعته الكليه بتصل لحوالي يمكن 528 الف فدان، تم استزراع منها حوالي 186 ألف فدان بالمحصول القمح وحوالي 180 ألف فدان بمحصول البطاطا. حقيقي المشروع ده من المشروعات العملاقة والمشروعات المهمة جدا اللي بتسد فجوة غذائية كبيرة جدا كلنا بنتحدث عنها في الوقت الحالي، خصوصا في ظل الاضطرابات السياسية اللي العالم بيعاني منها. طيب السؤال هنا اللي أنا عايز أعمل استصلاح زراعي، يبقى استصلاح زراعي يبقى عايز موارد. أهم مورد للاستصلاح الزراعي هو المياه. طب منين هوفر المياه؟ فكان دايما التفكير بشكل سريع جدا على استخدام واستغلال الخزانات المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض وخصوصا في منطقة شرق العوينات. حقيقة منطقة شرق العوينات من المناطق الوعدة اللي أولا تتميز بتربة بتاعتها خصبة جدا، وتربة بنقول عليها بكر، تربة نقية ما فيهاش أي ملوثات. الاعتماد فيها بشكل أساسي في الزراعة بيكون اعتمادا على المخزون الجوفي. ولكن هو المشكلة بتاعت المنطقة بتاعت شرق العوينات هو إن الخزان الجوفي اللي موجود في هذه المنطقة بنسميها إحنا بقى علميا كده خزان غير متجدد، بمعنى إن كمية المية الموجودة في هذا الخزان كمية مياه تقولت من ملايين السنين، وبالتالي بيبقى مصادر التغذية بتاعتها بتبقى مصادر ضعيفة جدا، وبالتالي الكمية بتاعتها يجب إن احنا نحافظ عليها بشكل أساسي. ومن هنا كان التوجه النهاردة في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروع، وهو ضرورة المحافظة على كل قطرة مياه في منطقة شرق العوينات، لان المنطقه تم فيها حفر مجموعه اساسيه من الابار. الاعتماد بيكون اعتماد اساسي على الميه اللي بيتم استخراجها من هذه الابار، وبالتالي بنلاحظ ان الدوله عملت حاجه من الحاجات المميزه جدا، عمليه كده بنسميها احنا عمليه حوكمه مصادر المياه الجوفيه. نعم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل بعض الاجراءات اللي يعني بتكون نتيجتها المحافظه على الخزان الجوفي اللي موجود، نمره 2 اطاله عمر الخزان. طب ده يتم من خلال ايه؟ ده يتم من خلال نظم الري الحديثه والمتطوره، لان زي ما حضرتك عارفه عالميا كده وقديما وحديثا معروف ان الزراعه بتستهلك تقريبا حوالي 85% من كميه الميه المتاحه في مصر. ليه؟ لأن نتيجة نظم الري القديمة اللي هي بنسميها احنا الري بالغمر. فبقى مش من المقبول إن أنا دلوقتي بقى بعمل مناطق استصلاح وعندي كمية مياه محدودة وهستخدم نفس هذه الطرق في الري، وبالتالي كان توجيه فخامة الرئيس النهاردة بتطبيق نظم الري الحديثة والري المطور للحفاظ على الخزان الجوفي، وخصوصًا الخزان الجوفي ده يعتبر ثروه مخزنه لينا وللاجيال القادمه. وده كان سؤالي التالي لحضرتك يا دكتور، هو فكره الحفاظ، وحاجة يمكن بتتكلم عن جهود الدوله في الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، وتابعت كمان انه كان هناك توجهات وكان هناك جهود من قبل الدوله المصريه في استخدام نظم الري الحديثه بدلا من يعني الري بالغمر اللي كان طبعا بيهدر الكثير من المياه. توجه الدولة نحو التكنولوجيا واستخدام نظام الري الحديث لأي مدى مش بس ان هو ساهم في الحفاظ على المياه الجوفية او المخزون المائي، ولكن في نفس الوقت في الزراعة بشكل عام؟ بالتأكيد ده دلوقتي احنا بقينا نطبق خاصية يمكن بنسميها التحكم الذاتي في تشغيل الآبار. نعم. يعني بقى دلوقتي الآبار دي اولا بقى معظم الآبار اللي موجودة في مناطق الاستصلاح الجديدة بقت بتعمل بالطاقه الشمسيه، وبالتالي الابار دي بتشتغل من وقت سطوع الشمس،
فده بيضمن ان انا طول اثناء فتره النهار انا بستخرج كميه مياه. بعد اثناء الليل بيقف البير عن انتاج المياه، وبالتالي بدي فرصه لان يتم اعاده شحن البير مره ثانيه بالمياه طول فتره الليل. علاوه بقى على علاوه طبعا على توفير طاقه كهربائيه. الحاجه الثانيه ان بقى مش من المقبول ان انا ازرع في مناطق الاستصلاح الجديده ان انا ازرع محاصيل كارهه في احتياجها للمياه، وبالتالي لابد من برضو اختيار المحاصيل اللي تزرع في هذه المناطق خلال اختيار سلالات جديده اولا تدي انتاجيه عاليه، وفي نفس الوقت يكون معدل استهلاكها للمياه معدل قليل. فلازم نحدد نوع المحاصيل، لازم نحدد المساحات اللي انا اقدر ارويها على كل بئر انا حفرته. مشروعات التنميه الزراعيه ما يتمش التوسع فيها الا بعد ما اعمل كل الدراسات الفنيه اللازمه عشان احافظ على كميات المياه الموجوده. لازم استمر في الدراسات القويه جدا من المتخصصين عشان احدد امكانيات المياه الجوفيه، وخصوصا ان المياه الجوفيه اللي في منطقه شرق العوينات بتعتبر من انقى انواع المياه. ليه؟ لانها بعيده خالص عن مصادر التلوث، وبالتالي هذه المياه بتصلح مباشره لكل عمليات الزراعه، ومن هنا يجب المحافظه عليها بشكل اساسي. طيب دكتور احمد، واحنا بنتكلم عن مشروع توشكا، مشروع توشكا بيعد واحدا من انجح المشروعات القوميه، تم استصلاح تقريبا بنتكلم عن 250 ألف فدان في هذا المشروع. شايف نجاحه يعني إزاي النهاردة وبعدها طبعا هذه الافتتاحات؟ خلينا أقول لحضرتك يعني دليل بسيط خالص، الأرقام بتبقى خير دليل على النتائج. يعني لو جينا نشوف في مشروع زي مشروع شرق العوينات هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن خلال نهاية التسعينات لحد عام 2012 ما تم استصلاحه في او زراعته في منطقه شرق العوينات كان 80,000 فدان. انا بتكلم من نهايه التسعينات لحد 2012. خلال الفتره من 2012 ل 2022 تم استصلاح 110,000 فدان. ده دليل على ان الدوله في هذا التوقيت مصممه جدا ومهتمه جدا بكل مشاريع الاستصلاح. ده بالاضافه طبعا ان القمح المزروع في شرق العوينات بيعتبر الاعلى انتاجيه في العالم، وده بشرة خير وشيء جميل جدا ان احنا نتكلم عنه، خصوصا انه في ظل الظروف الصعبه الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها بنقول انه القمح المزروع في شرق العوينات بيعتبر الاعلى انتاجيه في العالم. بالتاكيد، ده يعني ده المستهدف كمان ان شاء الله كده في 2030 تكون اجمالي المساحه المزروعه في هذه المنطقه تفوق المليون فدان. الحاجه الثانيه كمان ان هو المشروع زي شرق العوينات او مشروع توشكا لا يقتصر فقط على المشروعات الاستصلاح الزراعي، لا ده جنبه بتقوم مشروعات انتاج حيواني، ده جنبه في مشروعات زراعيه زي ما شفنا النهارده مصنع البطاطس اللي تم برضه افتتاحه اللي بيعمل فيه حوالي 2200 عامل. فبالتالي في هنا ايد عامله كثيفه بتشتغل في هذه المناطق، اضافه الى طبعا الى مجموعه كبيره جدا من الثلاجات اللي تم تصميمها لحفظ اجود انواع التقاوي اللي بتفيد الفلاحين وبتدي انتاجيه عاليه. تحقيق هو مشروع من المشروعات المتكاملة، ليس فقط اعتمادا على الانتاج الزراعي، لا ده انتاج زراعي. هناك اكبر مزرعة للنعام مقامة في منطقة شرق العوينات، هناك مزارع بيتم انشائها للابقار وللماشية بشكل اساسي لتوفير الثروة الحيوانية، وبالتالي يعتبر نموذج للمشروعات المتكاملة، انتاج زراعي وانتاج حيواني اضافة الى التصنيع سواء تصنيع المنتجات الزراعية أو الصناعات المختلفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات، دكتور أحمد جابر شديد أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم سابقا، شكرا لك يا فندم. هذا أيضا ووجه رئيس السيسي الدعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكا وشرق العوينات، مشددا على ضرورة عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق. كل مرة نفتتح حاجة زي كده نقول رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين لديهم الفرصة. المشوار الكبير
اللي هو كان محتاج والصعب زي ما الدكتور مصطفى بيقول كده، احنا خلصناه دلوقتي، بقت الكلام ده متاح. طب متاح بس بشروط. يعني ايه الشروط بقى؟ ان انت تحافظ على ان حجم الاراضي بالدورة الزراعية اللي بتخدم على المحاصيل الاستراتيجية عن ايه؟ هنحترمها، عشان ما يبقاش النهاردة 700,000 فدان اللي بنتكلم عليهم دول يتزرعوا بقى بعشرين تلاتين محصول مثلا على خلال الموسم. لا، احنا بنتكلم على حاجات محددة محتاجينها عشان يتم الاستفادة منها للسوق المصري او كمنتج استراتيجي. قمح احنا بنستورد منه كميات ضخمة جدا جدا، وكل ما بنقلل في الفجوة ديت كل ما بنأمن استخدامنا لهذا المحصول الاستراتيجي المهم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. برحب بك يا دكتور. دكتور محمود حضرتك معانا يا فندم؟ إذا مشاهدينا الكرام، زي ما تابعنا مع حضراتكم طبعا هذا المشروع وافتتاح طبعا موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وتلاجات تقاوي البطاطس بشرق العوينات، وطبعا ساعتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية ترشيد استخدام المياه الجوفية، وتابعنا الجهود اللي قامت بها مصر خلال السنوات الأخيرة من أجل الحفاظ على المياه والحفاظ على المخزون المائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل نظام الري الحديث. طبعا النموذج أو المشروع اللي احنا شفناه النهاردة هو ليس فقط يعني يقتصر على الإنتاج الزراعي، ولكن ده نموذج من المشاريع اللي هو مشروع كده متكامل للإنتاج الزراعي، للإنتاج الحيواني وتصنيع الزراعي. مشروع توشكا بيعتبر واحد من أهم المشاريع القومية الناجحة. إحنا بنقول إنه تم استصلاح حوالي 250,000 فدان بمشروع توشكا، مش كده وبس، إحنا بنتكلم على إنه في ظل ظروف عالمية صعبة، في ظل طبعا ظروف اقتصادية العالم كله بيمر بيها، القمح المزروع في شرق العوينات بيعتبر الأعلى إنتاجية في العالم، وده شيء مهم جدا، شيء مبشر جدا. وطبعا الكل بيتحدث عن أهمية هذه الزيادة الإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنمر بيها. زي ما ضيفي طبعا أوضح أنه من سنة 2014 حتى عام 2022 تم زراعة حوالي 110,000 فدان، وده بيعتبر رقم كبير جدا، بيعتبر رقم مبشر جدا. أكيد احنا بدأنا أن احنا طبعا نشوف ثمار كل هذه الجهود، وفي نفس الوقت لسه يعني على مدى الخطط البعيده. دكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يعني بنقول ان ده نموذج من المشاريع المتكامله، ليس فقط مقتصر على الانتاج الزراعي، ولكن ايضا مشاريع متعلقه بالانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، توفير فرص عمل لعدد كبير جدا من الشباب، لعدد كبير جدا من العماله. اهميه دعوه السيد الرئيس شفتها ازاي؟ مشاركه القطاع الخاص والمستثمرين في شرق العوينات، ويعني ايه المطلوب علشان نحفزهم للمشاركه في مثل هذه المشروعات؟ يعني يمكن انا قرات هذه الدعوه من منظورين، المنظور الاول انه بيتماشى بشكل كبير مع استراتيجيه الدوله او الايديولوجيه الاقتصاديه التي تؤمن بها الدوله، والتي لها علاقه بدات مع اعلان وثيقه ملكيه الدوله التي تدعو الى يعني الايديولوجيه التي تدعم القطاع الخاص بشكل او باخر، هذه من ناحيه. من الناحيه الاخرى يمكن ده يؤكد اهميه الدوله مع ما يتوافق مع الاحداث الاقتصاديه، خاصة في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة المالية الحالية، الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي. وحقيقة الأمر الاستثمار والتوسع في الاستثمار الزراعي زي ما حضرتك تفضلت في المتقدمة، لا يمكن اختزاله فقط في مجرد مشروعات زراعية، يعني رغم أهميتها تكفي للاستهلاك المحلي، ولكن يمكن النظر إليها بأنها تعتبر مدخلا لعملية التصنيع بشكل أو بآخر، باعتبار أن هذه المنتجات يمكن الاعتماد عليها باعتبارها مدخلات في الانتاج في العمليه الصناعيه.
خاصة وأن الاستثمار في هذا القطاع بيؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد كله، سواء فيما يتعلق باستيعاب كمية العمالة وده بيؤثر بشكل مباشر على البطالة. الأمر الثاني أنه يعني الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من هذه المنتجات أولا بيقلل فاتورة الواردات وبيزيد من عملية التصدير وتحسين جودة المنتج المصري كمنافس في الأسواق العالمية، وهذا له تأثيرات خاصة على سعر صرف العملة ومعدل الاحتياطي الموجود داخل الدولة المصرية، خاصة أنه المنتجات الزراعية بعد جائحة كورونا تم النظر إليها باعتبارها ليست سلع استراتيجية فقط وإنما سلع لها علاقة باعتبارات الأمن القومي، خاصة بعد تعرض العالم إلى ما أطلق عليه الإغلاق الكبير، وهذه كانت قبل جائحة كورونا فرضية نظرية لا يمكن أن تتحقق أو نادرة التحقق أن يتحول العالم إلى اقتصاد مغلق لا علاقات اقتصادية لا تصدير لا استيراد، لكن جاءت جائحة كورونا لتؤكد هذه الفرضية النظرية. نعم. وبالتالي تم النظر إلى المنتجات الزراعية وتحديدا المنتجات الغذائية باعتبارها سلعا للأمن القومي، بمعنى أن يتم إنتاجها محليا حتى ولو كانت تكلفة استيرادها من الخارج أرخص. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. لسه مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل، وملف في غاية الأهمية، القمة العربية الـ 32 في المملكة العربية السعودية بجدة. تشهد المملكة العربية السعودية فعاليات القمة العربية الـ 32 والتي ستقام في جدة يوم 19 مايو الجاري، ويسبق فعاليات القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب يوم 17 مايو الجاري في جدة، ومن المقرر أن تشهد هذه القمة حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية. على العموم للمزيد من التفاصيل أكثر عن هذا الملف الهام، معنا في الاستوديو الأستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي. برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك. القمة العربية اللي هتشهدها بإذن الله في السعودية جدة، ما الذي ننتظر من هذه القمة؟ إلى أي مدى بنعول عليها للخروج بتوصيات بقرارات تقدر أن هي تخرج بالكثير من الحلول، خصوصا في ظل أزمات أمنية، في ظل أزمات اقتصادية إحنا معنيين بها، المنطقة العربية معنية بها بشكل كبير جدا؟ في البداية عاوز أقول أن انعقاد القمة في حد ذاته ده أمر إيجابي، باعتبار أنه التواصل ما بين القادة العرب وما بين الوزراء الخارجية العرب ومسؤولين العرب داخل الجامعة العربية وغيرها أمر إيجابي في كل الأحوال، يؤدي إلى استمرار التفاعل والاحتكاك وتقريب وجهات النظر، حتى لو كان في اختلافات أو شيء أو التباسات في الأمور برضو ده إيجابي، لما القادة العرب يقعدوا مع بعض ويتناقشوا في أمور، في أمور بتدوب في هذه الاجتماعات وبتتحل الكثير من المشاكل. صحيح القمة العربية بقى لها حاجة و30 مؤتمر، بخلاف القمم العربية الطارئة، بخلاف القمم العربية المتخصصة اقتصادية أو غيره، لكن يعني ما شفناش الحلول اللي هي تمام 100% يعني، وإلا كان أمور كتير اتحلت وإلا ما كانش جدول الأعمال اتكرر بشكل أو بآخر. على كل حال جدول الأعمال بيكون فيه ثوابت للقمة العربية، على رأسها القضية الفلسطينية، هي القضية الأم للعرب جميعا. بجانب القضية الفلسطينية طبعا عندنا مشاكل في ليبيا، في اليمن، في السودان، في سوريا طبعا، وبالمناسبة حضرتك طبعا أشرتي من شوية إلى عودة سوريا، وده أمر إيجابي جدا على رأس أولويات القمة أو جدول أعمال القمة اللي جاي، وحدة ولحمة الصف. يمكن ده كمان يعني تتعقد هذه القمة بعودة سوريا، وده الملف الأبرز خصوصا بعد التوجه الحالي نحو تصفير الأزمات في المنطقة، وملف سوريا أو عودة سوريا ده بعد تجميد 12 سنة لا احنا نأمل في تصفير المشاكل، ده في توجه نحو تصفير الأزمات. ما هو طبعا أنا بقول لحضرتك نأمل، يعني هو أتمنى أن القمة العربية وكل المسؤولين العرب ينجحوا في هذا التصفير بحيث أنه يبقى في صفر مشاكل يعني بين الدول العربية وبعضها، وأيضا بجانب دول الجوار التي قد تسبب مشاكل كثيرة للدول العربية،
على الحدود الشرقية، على الحدود الجنوبية وخلافه. لكن القمة أيضا أنا أعتقد أنها ستتناول القضايا الساخنة داخل الجغرافيا العربية في السودان وليبيا واليمن وسوريا وغيره، خاصة بعد عودة سوريا زي ما قلنا، الحدود مع إيران، الحدود مع تركيا، الحدود مع كذا دول الجوار. فإن شاء الله نأمل أن هذه القمة تخرج بقرارات أو توصيات أو أفعال إيجابية بالنسبة للدول العربية بشكل عام. يمكن احنا في هذه القمة مصر تشارك فيها بعد محاولات ناجحة في التهدئة في الكثير من الملفات، وخصوصا كمان الملف السوداني ونجاح مصر في عملية إجلاء الآلاف من المصريين والسودانيين وجنسيات مختلفة. شفت هذه الجهود ازاي؟ الحقيقة يعني السياسة الخارجية المصرية بشكل عام والعربية بشكل خاص سياسة ناجحة جدا. السودان طبعا يعني بالنسبة لنا أقرب الدول العربية بالنسبة للحدود، بالنسبة للتاريخ المشترك، بالنسبة لغيره. مصر حتى مبدأ وملتزمة به ألا تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة شقيقة أو حتى غير شقيقة، وبالتالي بتحافظ على ثوابت في العلاقة ما بينها وبين الدول الأخرى. ده خلى مصر عندها فرصة كبيرة وعندها مصداقية في بذل الجهود داخل السودان للتهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل المشاكل بما لها من ثقل وبما لها من علاقات تاريخية مع الأشقاء في السودان الذين نأمل أن يستجيبوا للتهدئة ويستجيبوا للمصلحة العليا للوطن السودان. أيضا مصر حدودها وقلوبها مفتوحة للأشقاء، نأمل أن هم ما يكونوش جايين بسبب مشاكل، لكن بشكل عام مصر بترحب بأي شقيق عربي في أي وقت يشرف على أرض مصر. الدولة المصرية بترى أن هذا واجب عليها وأنها مفتوحة أمام كل الأشقاء العرب كوطن أم للعرب جميعا. في نفس الوقت الدولة المصرية بتساعد الأشقاء العرب في قضاياهم الخاصة بعلاقاتهم مع دول أخرى كما في دول الخليج، دول المغرب العربي أو غيره. فأنا أرى أن هذه السياسة سياسة ناجحة وسياسة لها ثوابت تقوم عليها الدولة المصرية. وشفنا كمان إشادات من عدد من الدول الغربية بعد نجاح مصر في عملية إجلاء مواطنيها، فأعتقد أنه ده يعني إدى كمان ثقل أكثر لمصر في دورها المحوري، في أهمية دورها الإقليمي بشكل عام في المنطقة، وقوتها كمان في وقدرتها يعني القوة والقدرة في نجاحها في هذا الملف تحديدا. دور الدولة في كل دول في بلاد العالم كلها طبعا حماية مواطنيها في أي مجال، في المناطق الملتهبة أو الساخنة بيبقى الدور صعب شوية. مصر قدرت تجيب رعاياها أو تعيد رعاياها بشكل بنسبة كبيرة جدا سالمين والحمد لله. برضو استوعبت أن في مواطنين سودانيين أشقاء عاوزين يخرجوا من البلد ومن الأحداث الجارية، ده أدى في الآخر إلى أن هي يعني الدور المصري الفعال داخل السودان ومع السودان ظهر بشكل واضح. يعني احنا يعني في الملف ده تحديدا يمكن احنا شفنا دول كبيرة أول قرار أخذته بعد هذه الأزمة إجلاء دبلوماسيها. أي. أي. على عكس مصر، مصر يمكن احنا عندنا الدبلوماسي لا يعني لازم يطمن على مواطنيه في عملية الإجلاء، ففي الحقيقة كان دور مشرف جدا لمصر. ودورنا يختلف عن أي دولة أخرى. صحيح، ودور يعني مختلف ودور مشرف. حتى الدبلوماسي المصري طبعا أكيد يعني الدبلوماسي المصري هو جزء من دور الدولة المصرية تجاه الرعايا المصريين أو المواطنين المصريين وتجاه الدولة اللي هو فيها اللي هي تعتبر دولة شقيقة جدا وهي السودان. صحيح. طيب توقعاتك بقى، توقعاتك بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للتوصيات اللي هتخرج من القمة العربية اللي بإذن الله يعني تطبق على أرض الواقع الله. بإذن الله. الله يعني توصيات ما تكونش في طي النسيان، ولكن يعني طالما هي ليها نفع وهيكون ليها مصلحة للمنطقة العربية بإذن الله تطبق. توقعاتك إيه للتوصيات؟ أنا أتوقع أنه السادة الملوك والرؤساء والأمراء العرب سيتخذوا قرارات أو خطوات فعالة لحل المشاكل العربية
ما فيش حاليا على الساحة يعني نزاع بشكل واضح ما بين دولة وأخرى، ربما يكون في اختلاف وجهات النظر بشكل أو بآخر، ده هيؤدي في الآخر إلى أنه المصلحة العامة تتغلب على أي خلافات بينية داخل الدول العربية، وبالتالي يمكن أن يكون لهذه القمة يعني بالذات زي ما حضرتك أشرتي من شوية اتجاه نحو تصفير المشاكل أو على الأقل التخفيف من حدتها والتقليل من تأثيرها السلبي على الشعوب العربية والأوطان العربية. نعم. يمكن احنا الفترة الأخيرة شفنا تحركات سياسية من عدد من الدول العربية، هناك تغيير حتى في سياستها الداخلية، وفي هذه النقطة تحديدا لأي مدى حضرتك لمست أن هناك رغبة جادة في لم الشمل العربي وفي نفس الوقت تصفير الأزمات من أغلبية الدول العربية، وفي رؤية جماعية فعلا للاستفادة من أخطاء الماضي؟ الـ 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 العرب بشكل عام حاسين بخطورة شديدة في الوقت الحالي من جهات مختلفة. الوضع العالمي الساخن جدا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، المواقف الخاصة بالولايات المتحدة تجاه الصين وعكس والعكس الصين برضو تجاه الولايات المتحدة، الدول الجوار الإقليمي اللي هي أصبح في بعضها عنده نوع من التطلع للسيطرة على بعض الأجزاء العربية أو الدول العربية، كل ده أنا اللي أنا أريه كراجل صحفي ومواطن عربي أنه القادة العرب شاعرين بهذا الخطر، وأنه شاعرين أو متأكدين أن قوتهم في وحدتهم، وأنه الفترة اللي جاية إذا ما كانش هيحطوا إيديهم في إيدين بعض هتبقى في أمور خطيرة أكتر من كده، وبالتالي أنا أتوقع أن هم يستجيبوا لنداء العقل ونداء العاطفة ونداء المصلحة العليا للوطن العربي اللي بيها يخرجوا من هذه القمة حاطين إيديهم في إيدين بعض للمصلحة العامة. نتمنى ده يا أستاذ رفعت الحقيقة أن احنا فعلا نشوف هناك محاولات جادة للم الشمل العربي، أن هم فعلا يستمعوا إلى نداء العاطفة ونداء العقل. من الأول؟ العقل. شكرا جزيلا أستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، نورتنا في أحداث الساعة. شكرا ليك بقى. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، وشكرا أيضا موصول من فريق العمل، إلى اللقاء.